هنبدأ بقى نتكلم على التوافق ما بين برج الدلو وبرج العذراء. هي العلاقة ما بينهم بتكون يعني في الصداقة أقوى وقوية ومتينة جدا وكويسة جدا. لو العلاقة في الارتباط والزواج بتكون يعني هي فيها شيء صغير من الصعوبة. ليه؟ لأن برج العذراء عنده الانتقاد قوي، فبينتقد دايما برج الدلو في ان هو شايف ان هو مش مسؤول يعني. فدايما الانتقاد في كده، الانتقاد دايما ان انت مش مسؤول او ان انت متهور او الحاجات دي اللي هي اللي بيسميها الدلو، ان احنا بنسميها ليه ان هو المنطلق وحر نفسه، بيحب حرية شخصيته والكلام ده. طيب العلاقة ممكن تمشي كويس جدا لو بطلوا من اصحاب برج العذراء الانتقاد بتاعهم ويبطلوا العناد، وبرج الدلو يبطل العناد، فده العلاقة هتبقى ماشية ممتازة جدا. يعني هما برجين بيدوا لبعض النجاح وبيدوا لبعض بيساندوا بعض في ان هما يقووا بعض والنجاح وكده، لكن في الحب بقى والرومانسية البرج العذراء مش يعني مش بتفرق معاه الموضوع ده قوي، يعني مش بيبقى لازم او كده، بيقدروا ان هما يتأقلموا في الموضوع ده. لكن هما بس مشكلتهم زي ما احنا قلنا ان العذراء بينتقد دايما والعناد من الدلو، فهي دي بتبقى سبب المشاكل. لو قدروا ان هما يتنازلوا عن المواضيع دي وان هما يقدروا ان هما يتغلبوا على نفسهم، فالعلاقة هتبقى ماشية كويس جدا. ده التوافق ما بين برج الدلو والتوافق ما بين برج العذراء، يعني الدلو والعذراء.